خط الموت، هو سموه خط الموت. هل عندك معلومة أن هذا الخط باليوم تمشي عليه 8000 سيارة 3000 سيارة كرقم؟ أنا قاعد أعطيك إياه إحصائي. هذا الخط، هذا الخط، هذا بناء على إحصائيات من عندك و... إحصائيات أنا أعطيك إياها واضحة جدا. إحنا عندنا 7000 قسيمة، خلينا نقول 2000 قسيمة قاعدين ينبنون، وعندنا 500 بيوت من الحكومة، اضربها في 5 يعطيك المعدل، يعطيك المعدل، قسم هذا المعدل على 6 فيطلع 3000 إلى 4000 إلى 8000 سيارة قاعد تمشي بهذا اليوم على هذا الخط. ناهيك لاكو مرور، لاكو أمن، ما في أي صفة. أنا قاعد يدخل عندي أكثر من 12000 نسمة يوميا في المنطقة، 12000 قاعد يدخلون، هذيل يدشون يطلعون مزاجهم، طلعتهم واحدة ردتهم واحدة. والمصيبة الثانية نتكلم عن البلدية، والفيديو قدامك إذا قال عندك تعليق، ونتكلم عن البلدية الآن قاعد يعطونهم تصاريح إنهم قاعد يخيمون على الشارع. يا أخي دخل داخل قدام، يخيمون على الشارع، على الشارع قاعد يخيمون بينهم وبين الشارع 65 متر. وغير هذا الآن اطلع معاي شوف الشباب اللي قاعد يقعدون على الشارع، شبوا النار ويقعدون. أنا واحد من الناس عندي بنت تسوق سيارة، اختربت هذه السيارة، يولي هذا شباب، شباب عيال ناس وأوادم وعيال حمايل، شو راح تسوي البنت؟ ما أنا قايل لك شباب مو زينين، لا زينين، أمن، أمن ماكو. ناهيك عن الكلاب الضالة، ناهيك عن العمالة اللي موجودة في المنطقة، شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. ناهيك عن النقص التعليمي اللي بالوزارات، عندنا فيه كوادر مو موجودة، مطلبة عيالي قاعد يروحون ما قاعد يدرسونهم، يقول لك والله عندنا نقص، عندنا نقص. إنزين أنا جيراني اللي موجودين معانا بنفس المنطقة صعب إنه يطلع ويخلي عياله، صح،